السادة الأفاضل، أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين. كلنا في الدنيا دي بهلوانات قاعدين نتنطط على المسرح. عمرو الليثي يستضيف أبطال وأسرة مسلسل لهفة في سهرة خاصة في بوضوح. سابك براحات أبوكم. لو عملنا حلقة جامدة قوي حرقة ممكن ناس كتير قوي يعجبهم أدائنا. اطلع من مقلب على مقلب. النجمة دنيا سمير غانم والنجم الكبير سمير غانم والفنان الواعد علي ربيع. يما فيه. والمخرج المتألق معتز التوني والمنتج الكبير إيهاب طلعت. سهرة خاصة عن المسلسل وكواليسه. أستاذ عمرو الليثي. أيوة. أهلا وسهلا. أهلا. أنا فندم الحلواني. لا يا فندم، المطبخ بتاع الحياة اللي سودي القدام. سوق البنات كله أمارة وانت مين. بوضوح الليلة العاشرة مساء على الحياة. وبنات أمامين. وبنات أمامين.